البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ فيديو ديال اليوم غادي نهضروا على درس الصباغه. الصباغه اول حاجه قبل ما ندوزوا للدرس خاصنا نكونوا عارفين يعني الصباغه لا يشك تنقسم. بالنسبه لانواع الصباغه عندنا جوج الانواع، عندنا الصباغه المباشره وعندنا الصباغه الغير المباشره. الصباغه المباشره هي اللي كتكون يعني صباغه مؤقته، يعني ما كتدومش في الشعر مده طويله، والصباغه اللي كتكون غير مباشره او المؤكسده اللي كنخلطوها مع الاكسيدون اللي كتعرفوا نتوما الجميع اللي كديروها لشعركم كدار في الصالونات. هذه هي الصباغه اللي غادي ندير معكم دروس فيها. بيان سور الصباغه بحر طويل وكبير، يعني هاد الدرس ديال الصباغه اللي غادي نعطيكم ان شاء الله يعني ما عاديش يجي ولو شويه في البحر الكبير ديال المعلومات ديال الصباغه، حيت الصباغه تتجدد كل مره، كاينين امور يعني في لا توندونس. دونك يعني هاد المسائل اللي غادي نعطيكم يعني لا باز، الامور اللي تقدروا يعني تستافدوا منها في خدمتكم، يعني ماشي المسائل اللي غادي تقراوها بيان سور في المدرسه، لان المدرسه تعطيكم لا باز، ولكن انا غادي نعطيكم لا باز بلس شي حوايج اللي غادي يعني بالخبره ديالي من طبيعه الحال في هذا المجال، الخبره ديالي متواضعه، يعني شي حوايج غادي تنفعكم في خدمتكم ان شاء الله. ملي عادي تبغيو تخدموا لروسكم ولا تخدموا للزبونات يعني على حد سواء. نبداو على بركه الله. اول حاجه قلنا بان الصباغه تتنقسم لجوج اقسام، المباشره وغير المباشره. يعني المباشره كتكون هي اللي كتكون مؤقته ما كتدومش في الشعر مده طويله، والغير مباشره هي المؤكسده اللي كنخلطوها بالاكسيدون اللي كنعرفوه، يعني كان الاكسيدون 10 وال20 وال30 وال40. هذا الشيء ديال الاكسيدون غادي نهضر معكم فيه في حلقه اخرى بلا ما نخربكم، يعني غادي نمشي معكم مرحله مرحله. بالنسبه للالوان الاساسيه، هي اول حاجه خصنا نعرفوها في الصباغه هما الالوان الاساسيه. هذه الالوان الاساسيه من 1 حتى 10. هذه الالوان هذه ضروري ما تعرفوها، ضروري ما تحفظوها، هما اللي تيكونوا في الكتالوج ديال الصباغه، ولا تيكونوا على شكل يعني تنحفظوهم باش كنعرفوا لا باز ديال شعرنا او شعر الزبونه ديالنا. دونك فاش كتجي عندك الزبونه للصالون، اول حاجه فاش كتقول لك انا بغيت نصبغ شعري، خصك تكوني عارفه لا باز ديال شعرها. شنو هو لا باز ديال شعرها؟ هو هذاك اللون الطبيعي اللي في شعرها ولا اللي صابغه. هادو هما الالوان الاساسيه اللي غادي ندير معكم دابا. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه عندنا رقم 1، اسمحوا لي عندنا رقم 1. هاد رقم 1 اشنو كيعني؟ تيعني اللون الاسود. رقم 2، رقم 2 بني غامق. رقم 3 كستنائي مغلوق. رقم 4 كستنائي. رقم 5 كستنائي فاتح. رقم 6 أشقر مغلوق. رقم 7 أشقر. رقم 8 أشقر فاتح. رقم 9
أشقر فاتح جدا. رقم 10 أشقر فاتح جدا جدا أو أشقر جد جد فاتح اللي هو كنسميو البلاتين. دونك هادو هما الأرقام الأساسية. سواء عندنا يعني مثلا بغينا نصبغوا شي صباغة مثلا، يعني تنكونوا ديجا عارفين الرقم ديالها. يعني هذا الترقيم العالمي، عطيتكم الترقيم العالمي حيت كاين الترقيم اللي كاين دوتغ مارك أو شركات أخرين تيكون خدامين بترقيم آخر. يعني في بلاصة ما نلقاو مثلا رقم 4 كالثنائي كنلقاو اسم آخر ديال صباغة، أو خدامين بالحروف. دونك انا عطيتكم الترقيم العالمي اللي كتمشي اللي كيمشي عليه العالم جميعا، اللي كتخدم به مثلا لوريال، شركة لوريال، شركة انيبريا، يعني شركة ديال لايف كالر، شركة ديال غارنييه. دونك هادو كاع هاد يعني هاد الارقام هادو نمشي معكم بالترقيم العالمي اللي هو سهل. اذا قلنا هاد الارقام من 1 حتى 10 هما الارقام ديال الالوان الاساسيه او حتى لاباز ديال شعرنا. فاش كتجي عندك لا كليونت مثلا كتكوني ديجا عارفه شنو هو بني غامق، دونك انت هي تشوفيها كتقولي انت عندك رقم 2 بلا ما تقولي ليها راه انت عندك مثلا بني غامق. يعني كتكوني في خدمتك بروفيسيونيل ديريكتومون تتقولي ليها اللون المناسب، يعني الرقم عفوا الرقم المناسب للون اللي في شعرها. دونك هادو ملي تنعرفوهم وتنكونوا حافظينهم تنكونوا عارفين يعني لا كليونت اللون ديالها اللي في شعرها، باش من هاد الالوان هادي كنعرفوا يعني مثلا طالبه لينا شي لون معين. يعني مثلا كتقول لك انا بغيت مثلا نصبغ برقم 6، يعني رقم 6 هو الاشقر مغلوق. دونك هنا كان خصنا ضروري نعرفوا لاباز ديال شعرها. مثلا يعني عندها رقم 4، دونك هنا رقم 4 هو شعرها، القاعده ديال شعرها، ورقم 6 هو اللون المطلوب. شنو هو معنى اللون المطلوب؟ هو اللون اللي طالبه لا كليوت. يعني فاش كتعرفي لاباز شعرها واللون المطلوب ديال هذا اللي باغيه هي، دونك تتسهل عليك العمليه وكتعرفي اش من اوكسيدون واش من يعني شنو غادي ديري ليها في شعرها. يعني هذا يعني خصني ان هاد الدرس هذا غادي نشوفه معكم ضروري، لانه مهم مهم تعرفوا لا كليونت اش من لون باغيه، اش يعني باش تعرفوا لوكسيدون اللي تخدمي ليها، يعني شحال من درجه ما بين اللون القاعده ديال شعرها واللون المطلوب. نجيو هنايا للقاعده الثانيه. دونك هادو كيتسموا الالوان الاساسيه. نسيت قبل من نورمالمون قبل ما ندوزو الالوان الاساسيه كان عليا نقول لكم واحد يعني واحد المعلومات على يعني ضروري خصكم تعرفوهم على الالوان الاصليه. شنو هما الالوان الاصليه؟ الالوان الاصليه هما اللي كيتكون منهم كل شعر في العالم عنده، يعني كيتكون من الالوان الاصليه. هاد الالوان الاصليه هما الأزرق، لون السماء، والأحمر لون النار، والأصفر لون الشمس. دونك هاد الألوان الأصلية أي شعر في العالم كما كان، يعني شعر افريقي، شعر اوروبي، شعر اسيوي، شعر امريكي، كضروري ما تتكون من هاد الالوان هادو، بحيث بان ملي كنجمعوا هاد الالوان، يعني ملي كنديروا مثلا الازرق بلس الاحمر
بلوس الاصفر اشنو تعطينا؟ تعطينا اللون البني ولكن بدرجات متفاوته. اشنو كيعني البني بدرجات متفاوته؟ الوغ ملي تنشدو مثلا شعر، نقولوا شعر افريقي، يعني الشعر ديال يعني ديال القاره السوداء، وحتى حنايا يعني المغاربه والجزائر وهذا، يعني ملي الدرجات ديال شعرهم تيكون غامق، يعني قليل 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 اللي كتلقى عندهم داك الاشقر مغلوق رقم ستة. يعني لا بلوبار فينا حنايا المغاربه تيكون عندنا البني والكستنائي، يعني رقم تكون عندنا رقم ثلاثة ورقم أربعة بزاف، وكاينين شي مناطق اللي فيهم هذاك الرقم واحد الأسود، هذاك الأسود اللي تيكون بحال الأفارقة. دونك هنا هذاك هذا الشعر ديالنا المغربي أو الإفريقي كيكون فيه يعني الأزرق، نسبة الأزرق ونسبة ديال الأحمر كتكون مرتفعة، يعني و تيكون الصفر واحد شوي على عليها فاش كيكون يعني اي يعني اي شعر. يعني قلنا شعر مثلا مغربي ضروري ما غادي نلقاو فيه الزرق والاحمر والصفر، كيكون فيهم هاد النسب. دونك حنا هاد الصفر هذا كيكون واحد نسبة قليلة، ولكن نسبة الأزرق والأحمر كيكون متكون منها الشعر الإفريقي والآسيوي كذلك، يعني قليل فاش كنلقاو، يعني ما كاينش يعني لا بلوبار ديال الآسيويين يعني شعرهم تيكون أسود، أسود طبيعي. هذاك تيكون متكون من نسبة الأزرق والأحمر بنسبة كبيرة، والأصفر شوي تيكون بما فيه تعطينا داك البني. وكاين المناطق قلنا في المغرب يعني تيكون عندهم الشهوبيه، بهذا المعنى الشهوبيه. دونك هذيك الشهوبيه يعني ملي كنفهموها يعني كيكون نسبه الاصفر غالبه على نسبه الازرق والاحمر. يعني هذه المعلومه عطيتها لكم باش تكون يعني عندكم واحد الدرايه بالشعر ديالكم، بعدا تكونوا عارفين شعركم منين متكون، ماشي غير يعني لو دومين ديال الصباغه، يعني عتكونوا حافظين فقط هذاك الشيء اللي عادي تخدموا به، يعني تكونوا مثقفين شويه من ناحيه ديال 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 الشعر، وتعرفوا يعني اشنو باش متكون الشعره. دونك حنا قلنا الشعر الافريقي هنايا قلنا كيتكون من هاد الالوان الاصليه، ولكن نسبه الازرق والاحمر كتكون طاغيه على الاصفر، عليها كتكون كيكون عنده داك اللون الاسود واللون البني الغامق، وقليل كنلقاو هذاك اللون اللي كيكون ديال الشوبيه. باغ كونطخ الدول الاوروبيه تتكون يعني كتشوفوا بان الدول الاوروبيه اقل ايمان، اللي كيكون شعره غامق شويه راه كتكون عندها رقم ستة، والاكثريه تتكون سبعة ثمانية، يعني تتكون عندهم الشهوبيه بهذا المعنى. دونك هذا اللون الاصفر هذا هو اللي تيكون طاغي على اللون الاحمر والازرق، عليها تعطينا هذاك الميلونج ديال واحد البني اللي تيكون فاتح او اشقر. دونك هنايا بلا ما نطول عليكم الفيديو ديال اليوم انتهى. عطيتكم واحد الاساسيات ديال الصباغه باش الفيديوهات اللاحقه ان شاء الله غنبدا معكم في الدروس المعمقه، الدروس اللي غادي تساعدنا على نفهموا الصباغه، نميلونجيو الصباغه، ندخلوا في مسائل ديال لي ميش، البلاياج، لا بودغ كيفاش نستعملوها، عيارات الاكسيدون، كل اكسيدون لاش كيصلاح، شنو هو الدور ديالو، هادشي كلشي غادي نشوفو معكم ان شاء الله. نخليكم دابا الى فيديو لاحق ان شاء الله.